الآن نحن في القسم الثالث من هذه المقابلة مع السيد أحمد ذياب عيد محمد عرعراوي أيوة من مواليد عام 1933 من قرية أبو شوشة قضاء مدينة حيفا. أيوة ونستكمل مع العم أبو عمر بالحديث عن رحلة الهجرة والتشرد واللجوء، وتوقفنا عند وصوله مع أهله وعائلته إلى مرج عرابة. أي نعم، من مرج عرابة. نعم، كم استمرت الإقامة في هذه المنطقة؟ أنا بالنسبة إلي استمرت معاي لغاية 59، وأنا من بالصيف مرج عرابة، نعم، بالشتوية بورطو باس. نعم، إذا مشان نوضح للمشاهدين، أيوة، إنه مرج عرابة هو خارج حدود 48. خارج حدود 48. نعم. إذا استمرت إقامتك حتى يعني عام 59. وننزل على مرج كفردان واليامون اللي هو شمال جنين. نعم. أي نعم. بعد مغادرتك لأبو شوشة اجيت لعمان. لا لا لا، لسه احنا ما وصلنا عمان. ايوه، غادرت أبو شوشة، ذكرت لي المحطات اللي رحتوا عليها. نعم. أم الفحم، بعدين نعم مرج عرابة. أيوة، مرج عرابة. نعم. وكفردان واليمون. نعم. وهلم جرى. حاولت تعود لأبو شوشة مثلا مع والدك، مع حدا من أهل؟ والله كنا نحمل هالبيوت ونوصل لقرب الحدود 48، أبو كيلو أبو نص كيلو متر، نكون قريبين على الحدود. الأمل إنه هاي البلد قبالنا، بدنا نرجع بكرة. نعم. فبصطدم اليهود، أولها اصطدموا مع الجيش العراقي، فكانت اللي هو هذا مركز مقده اللي بيسبق يستحكم بيه ويطرد الثاني. نعم. ضلينا على هالفترة طول الصفية، بعدين قطعنا اليأس وصرنا نيجي على مرج عرابة ومرج صانور وميثلون. كم مرة حاولت ترجعوا؟ حاولنا أكثر من 3-4 مرات. نعم. نعم. أي نعم. بعدين في حدا من أهالي أبو شوشة استطاع أنه يعود للقرية؟ لا، ولو تسلل؟ ولا كان تسلل، يروح بالسرقة ويرجع بالسرقة بالليل. نعم. في حدا استشهد بهاي العمليات تسلل؟ في، تتذكر حدا منهم؟ في واحد بعرف اسمه إبراهيم أبو جريس من أهالي أبو شوشة. نعم. نعم. كيف شو صار معه؟ هذا رجع تيرجع على البلد، فمسكته الدوريات اليهودية بالليل وكانوا يضربوا وين ما بتيجي تيجي، فكان هو نصيبه انه انتهى اجله. نعم. ما كان حد. اي نعم. بعد النكبة زرت ابو شوشة؟ زرتها. احكي لنا شو شفت فيها. أيوة. شو لقيت؟ تروح من عمان، هذا الحكي صرت بعمان. نعم. بروح التصريح على جنين عند اهلي، فاستريح هذاك النهار، لما اوصل ثاني يوم بركب من جنين على البلد، باخذ تاكسي طلب. شو لقيت بابو شوشة؟ ولا لقيت الا الشجرية والدور مردمة. بيوتها شو صار فيها؟ تردمة. مين اللي هدمهم؟ اليهود. نعم. اليهود نسفوا البيوت وخلوها على مثل ما هي. نعم. الشجرية كمان مثل ما هي، ولا مصيوب ورقة. نعم. نعم. مثل ما هي. كم مرة زرتها لابو شوشة؟ زرتها أكثر من 7-8 مرات. شو الانطباعات اللي تركتها عندك؟ ما في، بلاد خراب، ما بي أحد. لا يهود ولا عرب. ذكرت بيتكم؟ نعم، ومشيت على البطون. تم تسجيلك بسجلات الوكالة؟ لا، وكالة الغوث. تم. يعني أنت وأولادك مسجلين؟ على أيام وأنا عند أبوي. قبل ما تتزوج؟ اي نعم، قبل الزواج. وبعد ما تزوجت فسخت كرتي عن كرت ابوي. طيب الان بالوقت الحالي، يعني نعم، اليوم اللي احنا فيه، نعم، في ديوان، في جمعيه لاهالي بيت ابو شوشه؟ لاهالي ابو شوشه هنا لا، ما في. لا، لانهم طيب كلهم مشتتين يا اخي، كل نعم بيتين ثلاثه بتلاقيهم في منطقه. بعد اقامتك حتى عام 59 في مرج عرابه، وين انتقلت؟ اتجهت لعمة. لعمة. نعم. شو سبب الانتقال كان؟ سبب الانتقال توظفت على ايام معالي الوزير سامي جودة من بلد اسمها سنجل. نعم. وتوظفت بسكة الحديد. نعم. وبعدت بسكة الحديد 6 سنوات. لما جيت على عمان وين اقمت؟ اقمت في مخيم الحسين. كيف لما وصلت لقيت المخيم؟ استأجرت بيت بالمخيم. كيف وضع المخيم؟ وصف لي كيف كان الوضع. كان كله بيوت صغيرة، والمخيم كان ما كان فيه أسواق زي نعم الآن. كان فيه مي متوفرة؟ المي حنفيات الوكالة. كان فيه خدمات صرف صحي، حمامات؟ لا.
كيف الناس تدبر حالها؟ على الحمامات اللي تبنيها الوكالة بالشوارع، كل شارع يبنوا به حمام من 3-4 مقاعد جماعي لكل أي جماعي رحم الله. شوارع والله. كان في شوارع بالمخيم؟ الشوارع هذه كلها كانت تربية إلا هذا الشارع وكانت تربية. طب بالشتاء شو يصير فيكم؟ اللي مو لابس جزمة للركبة يغرق. مدارس، كان في مدارس؟ مدارس إلا الوكالة هاي اللي بجبل النزهة. عيادات صحية كان فيه؟ مخيم لا ما بعرف. ما كان فيه؟ لا. قديش استمرت إقامتك في مخيم الحسين؟ استمرت يا سيدي سنة. سنة وبعدين؟ بعدين وجدنا جبل النزهة منطقة فاضية، وطبيت في قطعة بنيت بيها غرفة وحوطت حواليها ولغاية الآن بيها. أي نعم. هذه الإقامة بالمخيم كيف ممكن توصف لنا إياها؟ كيف الحياة كانت؟ صعبة سهلة؟ والله أول كانت صعبة. صعبة كيف؟ لأنه كان اللي مثلي لما اشتغلت بسكة الحديد كنت أتقاضى 9 ليرات. فاشتغلت 5-6 سنين وجدت 9 ليرات لا يطعمن ولا يسقن. فكانوا إلي إخوان بألمانيا. طلبت منهم ودوا لي أكم من ليرة 200-300 دينار وفتحت الدكان ولا زلت بيها. وبعدين سديتهم قرشينهم. على أثر النكبة اللي حلت بالشعب الفلسطيني في سنة 48 الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرار حمل الرقم 194. أيوة. هذا القرار أقر بحقك كلاجئ أن تعود إلى قريتك أبو شوشة وتسترد ممتلكاتك. نعم. عم أبو عمر الخيار والقرار إلك أنت لوحدك. إذا ما توفرت إلك فرصة العودة إلى أبو شوشة بدي أظل زي ما أنا وتسترد ممتلكاتك. نعم. ماذا تقول؟ أقول بدي أرجع للملك لله. نعم. ولن أفرط بشبر أرض. نعم. لو مهما كان. نعم. هل تقبل العودة إلى قريتك أبو شوشة حتى في ظل الحكم الإسرائيلي؟ والله هاي أبو طارق ممكن. هل هناك أي شيء ممكن يعوضك عن وطنك، عن قريتك، عن بيتك؟ لا. هل تقبل بالتعويض بدل العودة لأبو شوشة؟ لا. من يقبل بالتعويض ماذا يورث أولاده وأحفاده؟ يورثهم لنار جهنم. ما هو تأثير من يقبل بالتعويض على عائلته وعلى أولاده؟ مصير السعير. شو الرسالة اللي حملتها لأولادك؟ حملت لأولادي قاعد أقول لهم البلد رغم أنهم ما شافوها ولا يعرفوها. نعم. بقول لهم باسم أبويا وعمي كذا 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 كذا، والردم تردمت الدور وهينا على مثل ما إحنا، وكلمة بيع وشراء هذه ملغية كليا من ضمائرنا. بعد رحلة الهجرة والتشرد والمعاناة واللجوء اللي صار شارفت على 56 عام. نعم. شو بتقدر تحكي؟ شو بتحكي للناس؟ أنا أطلب الله يصلح الدول العربية، وأتمنى من الله أنه نعود لبلادنا. نعم. هذا كيف بتشعر بمسؤولية دول العالم والمجتمع الدولي حيال النكبة؟ دول العالم الآن ما هي من صالحنا. نعم. لما أنا بحكيها أشكره. نعم. إنما ما هم سالنين علينا وما هم مكترثين بأمرنا كفلسطينيين. نعم. نعم. القرية الفلسطينية الوادعة اللي اسمها أبو شوشة شو بتعني لك؟ بتعني لي شو؟ هي الرمز، هي النفس، هي الروح، بلدي، مسقط رأسي. وماذا تقول لأولادك ولأحفادك عن أبو شوشة؟ البلد بلدي، الملك لله أول إشي، الأملاك اللي موجودة بلدي هي الروح والنفس إلنا. هذا البرنامج هو برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نعم. يستهدف تدوين وتوثيق الذاكرة اللي تحدثنا عنها أبو عمر الآن. أيوة. شكرا جزيلا عم أبو عمر. العفو يا الوقت اللي منحتنا إياه لإجراء هذه المقابلة. العفو يا أبو طارق. وإلى اللقاء في مقابلة جديدة. شكرا جزيلا. تفضل عندك محمد.